الروبوت النادل، لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟ في مشهد لافت للأنظار، بدأت سلسلة من المقاهي في اختبار النادل الروبوتي ليكون بديلا للموظف البشري في خطوة جديدة لحماية الزبائن من الاحتكاك المباشر. النادل الآليون روبوتات قامت بتطويرها شركة روسية لتقدم خدمة لزوارها في 2 من مقاهي موسكو. يسير الآليون باتجاه الطاولة ويرفع الغطاء كشفا عن طبق أو مشروب ويقول بصوت آلي أكلا هنيئا. ففي هذا المطعم حلت الأجهزة الآلية هذه مكان الندل. وبحسب ممثل شركة تكنولوجي التي وفرت روبوتات للاختبار مجانا، ضم طاقم عمل المقهى نموذجين من الندل الآلية. وبالإضافة إلى روبوتات تم صنعها في الصين، يمكنها التواصل بثلاث لغات، روسية والإنجليزية والصينية. إن الروبوت سيعمل بديلا للنادل، فهي تقوم بتسليم الطلبات وأخذ الأطباق. تلك الروبوتات عبارة عن أداة تسويقية أكثر من كونها أداة تحسين للكفاءة. وهذا الوضع يتغير على خلفية الوباء، لأن الزبائن خائفون من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، لذلك هناك اهتمام متزايد بالمطاعم التي لا يوجد بها طاقم من الموظفين. نظامنا لا يحتاج إلى تدخل من البشر، بدءا من الطلب وحتى التسليم، وقد جرى ترتيب الطاولات بشكل متناثر لضمان الحركة البسيطة للروبوت، وهو ما يتناسب مع حملة التباعد الحالية. ويقدر متوسط سعر الروبوت الواحد نحو ما يقرب 12,000 دولار، والأجر الشهري للنادل يعادل سعر الروبوت الواحد الذي يمكن دفعه للموظف لفترة تزيد عن عامين.